الموقع الرسمي للنادي قال الأهلي يقدم عرضا ماليا هو الأعلى لكل من السعيد وفتحي، وقال جريدة الوطن الأهلي بيغري فتحي والسعيد، وقالوا إن السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بيحاول إنهاء التجديد للاتنين بتقديم عرض كبير جدا، وقالوا كشف عادل القيعي مدير إدارة التعاقدات بالنادي عن تقديم عرض جيد بالنسبة للثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد لمدة 3 سنين بدلا من سنتين بمقابل مادي جيد يتناسب مع حجم العطاء والقيمة الكبيرة لهم، وينتظر ردهما خلال الفترة الحالية. الشروق الأهلي يعير فتحي والسعيد خليجيا مقابل تجديد عقديهما 3 سنوات، وقالت الشروق حصول كل لاعب على 10 ملايين جنيه راتبا سنويا. الأهلي يراد السعيد وفتحي ب 20 مليون جنيه إضافية لتجديد 3 سنوات. المصري اليوم بتنشر تفاصيل انفراج أزمة تجديد فتحي والسعيد، والكلام تقريبا داير في نفس التفاصيل. وأضاف وليه إعفائهم من نسبة المشاركة، ودي حاجة مضحكة يعني، هنتكلم يعني في الكلام ده كله. طيب إيه الحقيقة؟ الحقيقة لا يُسأل أو لا يفتى ومهندس الصفقات إلى جوارنا. تفضل يا فيلسوف. الحقيقة التي أستطيع أن أقولها وأنا مسؤول عنها. أيوة، وقد كنت معك في محاولة قبل لحظات من دخولنا للاستوديو لاستقراء الموقف النهائي والأخير. صحيح. إن سيد عبد الحفيظ وهو يتولى هذا الملف يتولاه بفكر واحترافية ومسؤولية، وهو رجل ذكي لا يمكن أن يغامر بكل ما سبق قراءته، فانسوا كل شيء قرأتوه سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام ومن ثم المتابعة الجماهيرية التي أثبتت تشكل ضغطا يوميا على متخذ القرار. بالتأكيد هي لصالح اللاعب اللي بيتفاوض، لانه مطالب انه يخرج في اي لحظه يقول لهم مبروك يا اولاد اللعيبه في الاهلي. وقد يتصور بعض ان النجاح في ان ينجح الاهلي في التجديد لهم مهما كانت النتائج، ولكن هذا النجاح قد يتحول الى فشل ذريع اذا تم بعيدا عن السياسه العامه للفريق. وهو ما لم ولن يفعله سيد عبد الحفيظ، ولم يقبله اي مسؤول في النادي الاهلي. استناني، يعني ايه لن يتم التجديد خارج السياسه العامه للفريق؟ يعني انت لما تيجي تقول لي وقبل كده يغري والناشئين بتوع الاهلي بس ان هم يبقوا معفيين من نسب اما يكبروا من نسب المشاركه، وهذا غير حقيقي وغير موجود واثبتنا هذا الكلام. ما تيجي تقول لي 10 مليون جنيه في السنه و20 مليون جنيه اضافيه واعفائهم من نسب المشاركه ووضع بند يعني لاحترافهم او اعارتهم، هذه افكار كاتبها ولكنها ليست الواقع، لان الواقع بيقول ان عندي فرقه انا مسؤول عنها، مش هكسب 2 لعيبه ها علشان اخسر فريق. هذا الكلام لن يحدث من دلوقتي. اللي متصور ان الابقاء على اي لاعب، وهذا ليس تقليلا من نجمين كبار قوي، هم اللي بيتنافسوا على لقب الافضل هذا الموسم، ويستحق ان يحظي بافضل ما يتيحه السيستم او النظام، واعلى فئه وافضل ما يتيحه النظام من فوائد، وليس اكثر من هذا. وليس اكثر من هذا. مساله بان اللعيبه عندها عروض اخرى ها ده قرار. أنا قلت قبل كده، إحنا شفنا حسام غالي وكان مرعوب إنه يبطل بره النادي الأهلي. وقدمناه كنموذج، قلنا هو ده كادر يقدر يكون في يوم ما، إذا كان حد يشعر، يمكن مش في طموحهم خالص، لا يدربوا ولا يديروا في النادي الأهلي وهم حرين. أنا مش بقول إن معنى كده لو خرجوا ما يرجعوش، لأ، هم ما عملوش حاجة غلط برضه. هم عملوا الحاجة اللي مش بنتمناها، لكن ليس خطأ. اما القول بانهم هيحظيا باي ميزات استثنائيه
لن يحدث هذا. يبقى من الاول كده عشان توفق. لا استثناءات للسعيد وفتحي او اي لاعب. لاي لاعب عشان في. طب ممكن اديها لك بمثل تاني. انت اب. عندك 6-7 اولاد بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لنا فيهم. ها؟ جه الاثنين الكبار اللي فيهم. هم 4 عشان ما تشيلنيش 6-7. انا. ابويا كان عنده اكتر من كده. ربنا يخليهم. ربنا خليهم لنا هو. ربنا يبارك فيهم. فانا بقول لك نيجي للاثنين الكبار يقولوا اصل احنا جايين لنا شغل بره. فاقوم انا بقى عاطفيا مش قادر اسيبهم. اقول لهم خليكم اكتب لكل واحد فيكم 10 فدادين زياده. مش ممكن. عملت ايه في اسرتي؟ دمرتها. بالظبط. دمرتها. كسبت 2 وخسرت كام؟ 4. ايوه. انت في الكوره مش بتخسر 4، انت بتخسر نظام وبتخسر مصداقيه وهتقعد صغير قبل كبير يتغمز ويتلمز عليك وما يحترمكش. واللي انا بقول كلام بقى ما حدش قاله قبل كده. ليس الاهلي. ليس الاهلي. وكان لما الاهلي بيجي مراداه للعيبه او مكافئات استثنائيه كانت بتوضع في صندوق وتوزع. في نهايه الموسم كسبت بطوله. كسبت بطوله، لكن في لعيب كان بيجي له حاجه ولا بتاع يستاذن النادي ياخدها ولا لا في اطار الحاجات البسيطه. الفروق اللي ما تعملش فتنه. الفروق اللي تكون بتميزك انت لوحدك دون ان تكبد النادي الاهلي بس بموافقته، واذا كانت كتيره بتتحط في الصندوق وانت بتستفيد منه. ايوه. طيب النادي الاهلي النهارده يغير هذه الثوابت؟ لا. ليه؟ ما انا عندي فرقه. ممكن عبد الله السعيد اللي هو احسن بلاي ميكر في مصر ولا غنى عنه، اذا عملت له كده اخلص عليه، ينزل الفرقه اللعبة تستخبى، هيباص لمين؟ هيباص لمين؟ ما هو اللعيب بشر. هو انت اجدد لك على بياض وانت تيجي تتعالى وتطلب ثلاث اضعاف اللي انا باخده وانا زي زيك؟ انت بلاي ميكر بس انا اللي بنفذ فكرك، اذا ما نفذتوش انت محدش هيقول خلق فرص ولا حاجه. الثنائيات اللي موجوده الميكانيزم. طب ما هو احنا هل اهتز اداء الاهلي مع اهميه عبد الله السعيد؟ هل اهتز اداء الاهلي النهارده وهو مصاب ولا ما زال يقدم؟ ممكن عبد الله السعيد يدي لك حلاوه اكتر، يدي لك انتاجيه اكتر، لكن يظل الاهلي بدل ما يستغل بنسبه 90% هيستغل ب 75% او 80%. هو ايضا في هو الاول برضه، هو المتفوق الذي يقدم الكره الجميله. الى ان تستطيع ان تعوض. وانا عشان كده ما بتقول لي النادي الاهلي طلع محمد فخري فوق، لان عندك احمد حمدي يقدر يؤدي، عندك طبعا قبليهم صالح جمعه، محمد فخري، في حلول، بس عايز وقت. الوقت ده استفاد منه وخده عبد الله السعيد. عبد الله السعيد من 4 سنين مش زي النهارده رائع ونضج تماما. نرجو، وانا واحد من الناس اتمنى ان يبقيا اللاعبان في النادي الاهلي وهم في قماشة الاهلي وفي نسق النادي الاهلي دون ان يحرج ادارة الاهلي في اي شيء تاني. لاني لا اتصور ان ادارة الاهلي هتحرج، ولا اتصور كما اكد لي الكابتن سيد عبد الحفيظ بنفسه قبل الدخول الى الاستوديو، هذا كلام غير موجود. وانا ما فيش حاجة اسمها ارقام وبغري وبدي حد اكتر من حد. عندي نظام هديله افضل ما يتيحه هذا النظام. ارجو ان تكون الصورة واضحة ونتوقف عن الملاحقة اليومية للجهاز واللعيبة. اللعيبة عندنا لاخر الموسم. اذا جاء اخر الموسم وما ما 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 جددوش هيبقوا فري. جددوا قبليها في اللحظة اللي هيجددوا فيها يبقوا يشكروا ويعلن هذا الامر. اذا الامر واضح. عندك حاجة بتأكد اللي انا قلته المفهوم ده ورال. عايز اتكلم في 3 نقاط. مسألة اهلوية ومسألة أخلاقية وأخيرا مسألة احترافية. المسألة الأهلوية ملخصها أن الأهلي بيقدر جدا قيمة 2 لعيبة كبار في منتخب مصر مش في النادي الأهلي بس. عشان كده زي ما المهندس عدلي أشار، الأهلي قدم لهم العرض الأفضل، العرض الأعلى، العرض الأنسب اللي بيراعي كل الاعتبارات، بيراعي قيمة النجمين الكبيرين وبراعي نظام الفريق والذي يطيح وحقوق النظام. كل الأطراف.
مش بره النظام، على تأكيد على انه ما فيهوش توسيع للفوارق بين نجوم الفريق او استثمار نجوماته نجوم في اعلانات الاول في النادي يعني الاهلي. عشان الناس تفهم ما يتيحه النظام استثمار نجوماته في اعلانات اللي هم ممكن يجي يقول لك طب ما انا اعملها من غير النادي الاهلي. اي ممكن تعمل اعلان ولا اتنين من غير النادي الاهلي اول ما تمشي، بس السنه الجايه مش هتلاقيهم. فدي المساله الاهلاويه فيما يخص الاثنين. تم تقديم العرض الافضل الانسب الاعلى اللي بيراعي كل الاعتبارات واللي ما بيوسعش الفوارق. صحيح انه ايديك صوابع ايديك مش زي بعضيها، بس ما فيش صباع موجود وصباع مقطوع. الصوابع موجوده مع فوارق بينيه تسمح بحاله الفريق وقيمه بناء الفريق. دي المساله الاهلاويه اللي لازم تكون في الاعتبار، انه الاهلي غير مقصر في تقدير قيمه النجمين وكل زمايلهم معاهم. المساله الاخلاقيه الحقيقه، عبد الله السعيد واحمد فتحي اتنين من النماذج المخلصه جدا، ما لهمش مشاكل جوه الفرقه الحقيقه، وارد جدا، ونتمنى ان شاء الله تعالى ان هم يكملوا او واحد منهم يكمل. في واحد فيهم عنده عرض جاد، ربما الظروف الاحترافيه تدفعه للتفكير في ده. اللي انا نفسي فيه من الناحيه الاخلاقيه، الجمهور ما ينفعش يقلب بين يوم وليله على لاعب اسعده لا يمكن فيه. ما مش مطلوب هذا طبعا. جمهور الاهلي اكثر احنا بنقول بس اهدوا اهدوا. جمهور الاهلي اكثر تقدير لاولاده ونجومه وابنائه، وعارف اللعيب الكويس من اللعيب الوحش. اذا كانت ظروف الاحتراف حتمت او هتحتم على اي واحد فيهم انه يلبي عرض خارجي عنده دوافعه وعنده سنه وعنده طموحه وعنده اختياراته، هذا في النهايه ده حق طبيعي. ما ينفعش نخرج اي لاعب وما قصرش معاك لاخر لحظه واحنا بنغلط في حقه او بنسأله او بنقلل من قيمته وقيمه عطائه للاهلي. بالعكس، خليكم فاكرين اللقطه الحضاريه الرائعه لما كريستيانو رونالدو ساب مانشستر يونايتد وراح ريال مدريد، لما اتقابلوا وقف جمهور مانشستر يونايتد يسقف لكريستيانو رونالدو وهو بيواجهه. ده اللاعب النجم اللي اسعدهم، وده النجم اللي فرحهم كتير جدا، وده اللي هم احبوه. كون انه الاحتراف اداله الحق ان هو ينتقل في تجربه اخرى، لا، على جمهور الاهلي دايما وابدا يثبت انه جمهور حضاري، جمهور بيقدر اللاعب. كمان اللاعب ما يحسش انه بين يوم وليله ممكن يتباع، لا، او انه لا يعوض، لا، او انه لا يعوض. لا يعوض، احنا اللي رسخناه الاعلام. مفيش له بديل. مفيش انا عايز اقول لكم على حاجه، ده اللي خلى جمهور قلقان، لكن لا، مفيش حد مالوش بديل. ايه رايكم؟ انا هقول لك حاجه، لا، انا قبل ديت في الجمله دي يا باشمهندس، ابو تريكه، مش هنروح بعيد، ابو تريكه وقت ما اعتزل محدش كان يعتقد انه عبد الله السعيد يملك القدره على ان هو يسد هذا الفراغ الكبير جدا اللي كان بيشغله ابو تريكه. ناس كتيره خافت على مختلف مستقبل الفريق بعد ابو تريكه، لكن الاهلي اللي خد بطولات مع كل النجوم وكل اللاعبين قادر دايما وابدا بنظامه انه يفرز دايما وابدا اللعيب المناسب اللي يقدر يؤدي الاهداف المطلوبه بنظامه. لو هذا السيستم اختل، والله ما هيطلع لا السعيد ولا الحزين على الاطلاق. لو سيستم النادي الاهلي هو اللي اهتز، لانه هذا النظام بكل ضوابطه بكل هو اللي عامل الفارق، هو اللي صنع هذه الفارق. كل الناس لما تيجي تتكلم عليها تقول لك ايه؟ الاهلي اداره مستقره منظمه واضحه سياستها، ما ويقول لك كده الفريق ما يتغير ما يتغيرش، نفس الاداء نفس الشخصيه. ايوه، عن كلمه الشخصيه دي ليها ثمن. بالظبط، انك انت ما تكسرش نظامك علشان رغبتك العارمه في انك تحتفظ بحد بتحبه. بنحب عبد الله السعيد جدا، بنحب احمد فتحي جدا، نجوم رائعين ولهم قيمتهم، لكن لو هم شايفين مصلحتهم ان في اللحظه دي بعد ما قدموا كل شيء باخلاص لاخر لحظه خلاص، نتمنى لهم الخير، قفلوا ونتمنى لهم الخير، لكن كنا نود بقائكم معنا، كنا نود، وما تزعلوش مننا ان احنا ما قدرناش نستجيب لهذه الطلبات بس اللي نراها تهد الفرقه ما تبنيهاش. بالظبط. النقطه التعاقديه او المساله الاحترافيه الاخيره دي ربما تكون في السيستم الاداري يجب مراعاتها، انه فريق زي النادي الاهلي بيشارك في بطولات متداخله. انا رايي الشخصي قد اكون مخطئ فيه، لكنه رايي الشخصي، من الناحية الاحترافية ما يصحش أسيب لعيبة تقال لنهاية عقدهم.
مش عايز الوم المجلس اللي مشي ولا الوم الجهاز ولا الوم مدير الكوره، لكن لقادم المرات الاهلي بيخوض بطولات قوائمها متداخله. بمعنى ايه؟ الموسم بيبدا واثناءه بيبدا موسم قاري اخر. فانا عندي دلوقتي قيد افريقي، انا سجلت عبد الله السعيد واحمد فتحي، وممكن يكون عندي 3 4 5 لعيبه عقودهم بتخلص، لما اسيبهم لغايه نهايه عقدهم زي دلوقتي، طب افرض وده حقهم ما جددوش، يبقى انا فقدت المكان الافريقي بهذا العدد. ناهيك على ان انا ما عملتش الحسابات الفنيه بدري. فاتمنى انه درس عبد الله وفتحي يكون اضاء جهاز انذار شويه، ان انا في حته التعاقدات اسدت في اموري بدري شويه. انت عايز المجلس السابق كان يجدد السنه اللي فاتت لعبد الله وفتحي. لعبد الله وفتحي بالظبط. ليه؟ لانه ما هو انا خلاص، ما انت قلت ليه بقى. انا عايز اقول لك نقطه استاذ ابراهيم، كيف تطلب من وضع هذا التاريخ ان يجدده؟ فهو جدد له سنتين ليه؟ عشان بعد سنه يقول له زود لي سنتين؟ ما جددش اربعه ولا ثلاثه ليه؟ هو لو كان عايز يتجاوز هذا التاريخ كان عمل لهم 3 سنين. انما هو اراد ان بعد السنه دي ان ما كانش موجود المشكله دي تبقى موجوده. لان انت عشان تجدد، انت جاي وانت يعني تفوجئت ان عقدهم يخلص 2014، ما انت لسه عامل لهم العقد السنه اللي قبليه. كنت جددت لهم وتجاوزت مده والسن يسمح انك تدي 3 4 سنين. 3 4 سنين خاصه ان العقود بتبقى يعني ارتباط متبادل بين الاثنين. لكن انت نقطه، طب لو انا موجود عندي الحل، هو عنده الحل حطه في دماغه، بس حل قد لا يتناسب مع نظام الاهلي، اما مع ضابط الفريق نفسها. اما انك انت، طب وما كنتش موجود، خلاص بقى كل واحد يشيل شيلته. وحد يجي يقول لك ايه؟ لا طبعا، ما المجلس ما كانش يقدر يعمل عقد ملزم اكتر من نهايه مدته، ودي وجهه نظر عشان ما نسقش النيه. انا بقول لك كل الاحتمالات اللي الناس بتفكر فيها. في كل الاحوال سيبك بقى، انت دلوقتي بتجدد اثنين لعيبه كبار، اثنين بيتنافسوا على افضل لاعب في مصر، لهما ان يطلبا افضل ما يتيحه النظام مش اكتر من كده، لهما ان يطلبا افضل ما يتيحه النظام مش اكتر من كده. لو هم عايزين اكتر من كده وشايفين ان في عروض جايبه لهم اكتر من كده هذا حقهما، ولكن لا عايزين ضغوط اعلاميه ولا ضغوط جماهيريه، لا علينا ولا على النادي الاهلي ولا على اللعيبه ولا على سيد عبد الحفيظ. سيد يؤدي دوره باكمل وجه بكفاءه عاليه وفي اطار احترام نظام النادي الاهلي. صحيح صحيح. نمره 2 اللعيبه بقى، الكوره في ملعبهم شايفين مستقبلهم ازاي. يمكن واحد يجي يقول لك انا هبطل خالص علاقتي بالكوره وهدير اعمالي، فانا محتاج المبلغ ده اعمل بيه مشروع. حقه. واحد يقول لك والله انا راجل محترف، عايشني النهارده وموتني بكره، انا عارف بكره في ايه. حقه. هو في النهايه محترف، بس يخلص لي لاخر وقت. هل بيخلصوا؟ بيخلصوا بالظبط بالظبط. بيخلصوا بيخلصوا. يبقى اذا خرج يخرجها بتقدير، وان بقي بتقدير اكبر، باحتضان وحفاوه. دي الثلاث مسائل اللي قلت لحضراتكم عليها في وجهه نظري الاهلاويه والاخلاقيه والاحترافيه. طب ما نشوف راي الكابتن سيد عبد الحفيظ ومدير الكوره وهو يتحدث لاون سبورت عن موقف عبد الله السعيد واحمد فتحي. يعني حديث الساعة أو موضوع الساعة اليومين دول، واللي حضرتك تعرضت فيه لنقد شخصي بعيدا عن الجهاز الفني، تجديد عبد الله السعيد وفتحي، إيه آخر التطورات فيه ورد حضرتك على اللي اتقال إيه؟ لا، عبد الله السعيد وأحمد فتحي يعني احنا عارفين كويس قوي مكانتهم وقيمتهم، لكن في النهاية في وقت معين هنعلن الدنيا ماشية إزاي بدون أي تجميل للصورة. بالعكس يعني اللعيبة مقدرين موقفها ومقدرين هي عملت إيه للنادي، وإحنا كمان كنادي عملنا حاجات كتير قوي مع كل اللعيبة. لكن في النهاية يعني هنقعد مع أو بنقعد مع اللعيبة وبنتكلم معاهم وهنقول بالتأكيد النتيجة سواء كده أو كده، لأن ما فيش مشكلة إطلاقا. ده عالم كرة القدم يعني. فيما يخص النقد اللي أنت بتشير إليه، يعني اعتقد ان في كلام يتقال وفي كلام ما يتقالش وفي كلام يترد عليه وفي كلام ما يتردش عليه. يعني مفيش رد على الكلام؟ لا، ما اعتقدش. يعني الكلام لما يبقى بالمستوى ده يعني اعتقد ان مفيش حد يقدر يرد عليه. طيب عوده، طبعا عايزين ناخد اتصالات حضراتكم
وما نضيعش وقت كتير، كلمه نص في كل مكالمه عشان نقدر ناخد اكبر عدد من الاتصالات، وبرضه ننهي الفقرات المهمه اللي جايه لعلنا نكون المره دي اتكلمنا وش كده وادينا لكم الحقيقه وش اللي ما تسمعوش غيرها. تقروا بقى ارقام، تقروا كلام، تقروا انظمه، انسوا الكلام ده.